مساء الخير. لحد دلوقتي كل اللي حصل مؤشرات أولية، يدوب مؤشرات أولية بفوز المشير عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية. لا حلف اليمين ولا دخل القصر ولا خد قرار واحد، ورغم كده بدأت بدري جدا وصلات النفاق والتمجيد والتعظيم المعتادة من بعض المحسوبين على النخبة المصرية. مقالات ورسومات كاريكاتير وحلقات تلفزيونية بتتكلم عن هدية السماء اللي جت علشان تنقذ مصر من اللي هي فيه، وعن الخير الكتير اللي مستنينا مع السيسي. مش عيب أبدا إنك تنحاز لحد أو تحب حد، بس العيب إنك تنافق حد، أو بمعنى أصح تورط حد. كل اللي بينافقوا المشير السيسي اللي بعد كام يوم هنقول عليه الرئيس السيسي، هم في الحقيقة بيورطوه مش بيجاملوه، بيخلوا الناس تبني عليه أمال عظيمة جدا بالرغم من أن ظروف البلد ما تستحملش أبدا أو ما تسمحش أبدا لأي حد أنه يحقق إنجازات كتير في وقت قليل. كمان لما أقعد أقول لواحد أنت عظيم، أنت ما حصلتش، أنت زعيم، أنت قائد، أنت ما فيش منك اتنين، مهما كانت درجة تدين الشخص ده أو تواضعه، هيتحول مع الوقت لشخص مغرور وهيصدق كل الكلام اللي بيتقال عنه ويتعامل على أساس أنه هو الوحيد اللي عارف كل حاجة وهو الوحيد اللي ما بيقولش حاجة غلط. الكلام ده مش على المشير السيسي أو حد بعينه، لكنه كلام عام يشملني أنا وإنت وهي وهو، وإحنا في النهاية بشر ونفس البشرية دايما أمارة بالسوء. فياريت ما نساعدش بحسن نية إننا نعمل ونصنع ديكتاتور جديد. طيب في حد هيقول والرئيس يعمل إيه يعني؟ هو ما بيطلبش من حد إن هو ينافقه، والناس هي اللي بتتطوع بده، وده حقيقي جدا، إحنا متفقين مع ده. كل الرؤساء السابقين تقريبا ما فيش حد منهم كلم صحفي وقال له لو سمحت اكتب عني مقال كويس. لكن لو الرئيس ما بيطلبش من حد إنه ينافقه، فهو أكيد يقدر يمنع الناس من إنها تنافقه. ممكن بقى يدلي بتصريحات بالمعنى ده، أو يطلب ده بوضوح في لقاءاته مع الإعلاميين، أو حتى بإنه يتصل بحد مزودها في النفاق حبتين ويقول له لو سمحت أنا ما بحبش كده. ده كلام مش مع حد ولا ضد حد، ده كلام عام الهدف منه إننا نحمي الرئيس الجديد من نفسه ومننا. هنروح فاصل ونرجع نشوف الصحافة النهاردة قالت إيه. جولتنا في الصحافة المحلية هنبدأها النهاردة من جريدة اليوم السابع اللي عملت تقرير كبير عن شكل الفريق الرئاسي اللي هيعاون المشير عبد الفتاح السيسي بعد تنصيبه رسميا خلال أيام. ومصادر مطلعة قالت لليوم السابع أن المشير سيبقي على المهندس إبراهيم محلب وحكومته خلال الفترة المقبلة لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية، خاصة أنه أداء وزارة محلب جيد وتحركه مستمر في الشارع في الفترة اللي تولى فيها المسؤولية. كمان المصادر قالت أن المشير السيسي سيستعين باللواء محمد أمين مسؤول الشؤون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في منصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وباللواء عباس كامل في منصب مدير مكتب الرئيس، والمتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي في منصب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية. طيب عايزين نرجع بس للخبر اللي كان موجود عندنا. أيوة دي مش غلطة، ده كان الخبر اللي احنا لسه قارينه دلوقتي، كان موجود في هذا المكان، ولكن اللي حصل انه بعد ما اتنشر بساعات قليلة جدا الخبر اتشال. الخبر اتشال يا اما حصل ضغوط مثلا على الصحيفة انها تشيله فيبقى فيها عندنا مشكلة، او انه الصحفي اللي كتب الخبر بالرغم من مؤكد انه في مصادر مطلعة هي اللي قالت الخبر ما تأكدش من الخبر وما تأكدش من مصادره. في الحالتين احنا قدام مشكلة، وخاصة ان دي مش اول مرة تحصل في الفترة اللي فاتت، يعني شفناها قبل كده في المصري اليوم من حوالي اسبوع او 10 ايام انها برضو نشرت خبر وفي الاخر شالته وكذبت هذا الخبر. نروح بقى لخبر من جريدة الوطن وتصريح للدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية ان شرعية الرئيس مستمدة من الصندوق ومرتبطة بمراعاته لمصالح البلاد، وهي لا تسقط الا بالصندوق ايضا.
برهامي أضاف أن مرسي لم يكن قادرا على قيادة البلاد وتحقيق مصالحها ومصالح المواطنين، وأنه لابد من حقن الدماء وتحقيق الاستقرار لتجنب الوصول إلى ما وصلت إليه سوريا وليبيا والصومال، وأكد أنه شايف السيسي هو الأقدر على قيادة البلاد للمرور من الأزمة الحالية. تاني وتالت وعاشر، ياريت نبطل التصريحات السياسية اللي لابسة عباية الدين دي، علشان بتسبب مشاكل كتير قوي أظن أننا لسه بنعاني منها لحد دلوقتي، وخاصة أنها متكررة. يعني بنشيل اسم الشخص اللي بيتم التصريح حواليه وبيرجع تاني هو نفس التصريح. من جريدة الأهرام، وجه الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الشكر لقادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة على جهودهم في تأمين الانتخابات الرئاسية. الوزير قال إن رجال القوات المسلحة أوفوا بالعهد تجاه الشعب بحمايته وتأمين إرادته الوطنية بكل نزاهة وتجرد، متمسكين بالقيم والمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية اللي أظهرت للعالم الصورة الحضارية لمصر والتلاحم بين الشعب وقواته المسلحة للوصول إلى انتخاب رئيس يعبر عن إرادة الشعب المصري. تصريحات الفريق أول صدقي صبحي جت بالتزامن مع عودة أكثر من 181 ألف ضابط وصف وجندي من رجال القوات المسلحة لمناطق تمركزهم في الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بعد انتهاء مهمتهم في تأمين اللجان والمقار الانتخابية والمنشآت الحيوية. طبعا كلنا فاكرين أحكام العفو اللي أصدرها الرئيس السابق محمد مرسي واللي تسببت في جدل كبير، واعتبرها البعض أحد أسباب تزايد الهجمات الإرهابية في الفترة الأخيرة. جريدة الشروق النهاردة نشرت خبر عن إصدار الرئيس عدلي منصور قرار جمهوري بإلغاء قرارات مرسي بالعفو عن 52 شخص وتخفيف عقوبة الإعدام للسجن المؤبد بشأن 4 آخرين من المحكوم عليهم، على أن يتم احتساب الفترة اللي قضاها المتهمين في الخارج ما بين صدور قرارات العفو وإلغائها من مدة العقوبة المحكوم بها، يعني كأنه المتهم كان مسجون بالفعل في الفترة دي. قرار الرئيس منصور جه استجابة للمذكرة الإيضاحية اللي تقدمت بها الحكومة لطلب إلغاء قرارات العفو بالنظر لانعدام الأساس الذي لا يقوم العفو إلا بناء عليه، وهو في الأصل الرغبة في تحقيق مصلحة المجتمع وتدعيم النظام العام. خبر اقتصادي من جريدة الوفد على لسان رئيس البنك الدولي اللي أكد أنه البنك لديه حافظة مشروعات ضخمة مع مصر، وأنه قدم لحد دلوقتي حوالي 4.6 مليار دولار لدعم مشروعات التنمية في مصر. ورئيس البنك الدولي قال في لقائه مع صحفيين في واشنطن أن مصر بتمر بمرحلة انتقالية بتحتاج فيها للدعم، وأن تحقيق الاستقرار ونمو الاقتصادي في مصر أمر مهم للمنطقة كلها، وأكد أن البنك الدولي هيبذل كل ما في وسعه لتقديم الدعم اللي بتحتاجه مصر. ننتقل للجامعات، وخبر نشرته جريدة الجمهورية على لسان مصادر مطلع أن الجهات الأمنية رفضت قرار مجلس جامعة الأزهر بإغلاق المدن الجامعية حتى نهاية العام الدراسي، حتى لا يساهم القرار في رفع درجة الاحتقان لدى الطلاب الملتزمين اللي مش هيلاقوا مكان تاني يقيموا فيه. وأعلن الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر فتح المدن الجامعية بدءا من الغد بعد انتهاء الأجازة اللي كانت الجامعة ادتها للطلاب لمدة أسبوع بمناسبة الانتخابات الرئاسية. وقام العبد بجولة تفقدية في المدن الجامعية للاطمئنان على أعمال الإصلاح في البوابة الرئيسية اللي حطمها طلاب الإخوان وعمليات التمشيط اللي بيقوم بيها الأمن الإداري. على فكرة القرار ده حكيم جدا، لأن الجامعة لو كانت خدت قرار بإغلاق المدينة الجامعية لحد نهاية السنة في تصورنا يعني أن العواقب ما كانتش هتبقى كويسة أبدا على جميع الأطراف. الخبر الأخير في الجولة المحلية النهاردة من المصري اليوم اللي استطلعت رأي عدد من قيادات الأحزاب عن توقعاتهم لموقف الرئيس الجديد من المعارضة، وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي انه من الواجب ان يتعامل الرئيس الجديد مع الاحزاب كلها بغض النظر عن مواقفها المسانده او المعارضه ليه، واكد ان المعارضه هتتشكل في ضوء سياسات الحكومه والرئيس الجديد. اما حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع فقال انه لا توجد احزاب معارضه او مؤيده بصفه دائمه، والوضع بيختلف بعد أو هيختلف بعد انتخاب مجلس النواب اللي هيشكل حكومة تحصل على ثقة المجلس، مما هيخلق أحزاب معارضة ممن لم تشارك في الحكومة الجديدة.
وقال كمان حسام الخولي السكرتير العام المساعد لحزب الوفد انه بمجرد حلف المشير عبد الفتاح السيسي لليمين رئيسا للجمهوريه هيكون رئيس لكل المصريين ومش للاحزاب او الجهات التي اعلنت دعمه او معارضته. دي كانت جولتنا في الصحافه المحليه. هناخدكم لموضوع لفت نظرنا النهارده في الصحافه. قرار وزاره الماليه والخاص بفرض ضرائب على الارباح الراسماليه المحققه من التعاملات في سوق المال. القرار ده تسبب في خساره فادحه للبورصه كانت مقدره بنحو 18 مليار جنيه امبارح. وفي تصريحات لعدد من الخبراء الاقتصاديين لصحيفة الدستور قالوا ان القرار ده هيؤدي لخلق حالة من الارتباك بين المستثمرين خاصة فيما يتعلق بضرائب ارباح التوزيعات النقدية واللي ستتكبد المؤسسات وصناديق الاستثمار والبنوك خسائر هتكبدها خسائر ضخمة. الدكتور محمد فريد نائب رئيس البورصة الأسبق قال إنه بيان وزارة المالية والخاص بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعاملات في سوق المال من المتوقع إنه يكون له تأثير على المدى القصير خلال الفترة الحالية بس. خلينا نناقش الموضوع ده مع الخبير الاقتصادي الأستاذ أكرم عمران رئيس قسم الاقتصاد بجريدة الدستور. أهلا بحضرتك معانا. وبتقيم إزاي قرار وزارة المالية بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعاملات في البورصة؟ أستاذ أكرم؟ أستاذ أكرم؟ طيب احنا فقدنا الاتصال باستاذ اكرم. هنحاول ان احنا نرجع له مره تانية دلوقتي علشان نتكلم معاه في الموضوع ده، انه مهم جدا ان احنا نفهم القرار ده قرار وزاره الماليه. طيب احنا معانا دلوقتي استاذ وائل النحاس. اهلا بك يا فندم واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. شايف ازاي قرار وزاره الماليه دلوقتي بفرض ضرائب على الارباح الراسماليه المحققه من التعاملات في سوق المال؟ هو طبعا القرار جه في توقيت نقدر نقول عليه سيء جدا للغايه، وده احنا في مصر في حاجه انها تصدر مؤشرات البورصه للعالم الخارجي ان بالفعل هناك عمليه رضا شعبي وعمليه رضا من المستثمرين بالنسبه للمرحله بتاعه الانتخابات او الحق الثاني من الحياه السياسيه. فبالتالي جت الرياح بما لا تشتهي السفن ولقينا القرار ده، ولكن القرار ده اتسرب يوم الثلاثاء الصبح وكان على عكس المتوقع. لقينا اشاعات طلعت قالت ان هيحصل صراع سياسي على مصر لعدم استكمال الانتخابات وعدم وجود اقبال شعبي وجماهيري في عمليه الانتخابات والكلام ده كله، فهيحدث انهيار من يوم الاربعاء للبورصه المصريه. بعد كده لقينا بالليل في تصريحات اخرى بتيجي تقول والله يا جماعه الحقوا اخرجوا بره السوق خالص، ده احسن الدنيا هتنهار وفيها 1000 بنت تحت. يعني في عمليه ترويع سبقت حتى بدايه بشاير هذا القرار. هو طيب هو يعني بجانب هذا الترويع هو حصل فعلا بالفعل هنا بعدها ب 48 ساعه ان السوق المصري ابتدى يتهاوى. في اليوم الاول 6.2 مليار، في اليوم التالي ابتدى يتهاوى 12 مليار جنيه، وكل الكلام ده كله حصل قبل صدور الخبر، يعني حصل مرحله تسريب للخبر قبل مرحله القرار نفسه في حد ذاته. فبالتالي هناك عمليه تجهيز، هل الغرض منه ان انا بصدر مؤشرات حمراء للخارج؟ هل من المفترض حسن النوايا ان انا اقول السوق انهار 18 مليار في 48 ساعه؟ هل من حسن النوايا وكمان انه تزامن مع اعلان المؤشرات الاوليه للانتخابات الرئاسيه؟ ده اللي انا بتكلم عليه، يعني احنا النهارده بنصدر بدل ما كلنا نقف قدام الخارج، لا احنا بنقف مع الخارج. ما اعرفش انا القرار ده في حد ذاته ايه المطلوب. ومهما جه افتكر تبريرات لانه الخبر ده او البورصه كانت مرتبطه بهذا القرار لم ترتبط بالمؤشرات الاوليه للانتخابات الرئاسيه، يعني الصحافه العالميه او الخارجيه مش هتصدق الفكره دي. انا في حاجه واحده بس ده اللي انا ببرهن بيها ليه التوقيت الزمني ده. ده حصل بالظبط بعد رجال الاعمال ما قعدوا مع سياده المشير السيسي قبل مرحله الانتخابات ب 10 ايام وطلب منهم بعض المطالب. هتقدموا ايه لمصر؟ لازم تحط هامش للربحيه، هنخش نحارب الفساد. فقالوا له سيبنا 10 ايام. اعتقد ده الرد اللي حصل بالظبط خلال 10 ايام ان يحصل انهيار لسوق المال او البورصه المصريه بحجه انه هناك قانون. نفس طيب. الوزير ده كان في الماضي اقترح برضه الضريبه بتاعت الدمغه النسبيه وقال هنجيب منها 2 مليار، كل اللي جه منها 340 مليون جنيه. طيب انا هستاذن حضرتك تخليك معانا ونروح نرجع مره ثانيه للاستاذ اكرم عمران. استاذ اكرم، القرار ده المفروض انه اتناقش ثلاث مرات قبل كده يعني في حكومات مختلفه، السبب في التصميم عليه المره دي؟
والله بداية احنا لو هنبص لاساس القرار كان بداية من يوسف بطرس غالي في قبل ثورة 25 يناير، ثم في اثناء فترة حكم المجلس العسكري في 2011، ثم في حكم الاخوان العام الماضي، ثم الان. في كل مرة كان يتخذ القرار ثم يتراجع فيه نظرا لسلبياته وتأثيره السلبي على هروب الاستثمارات وما لها من اثر سلبي على الاقتصاد بشكل عام. نحن الان في مرحله جذب استثمارات وليس في مرحله طرد. طيب بس بالفعل في دول بتفرض ضريبه على ارباح سوق المال. يا استاذه ساره، جميع الاسواق الناشئه، جميع الاسواق الناشئه لا تطبق فيها مثل تلك الضريبه. احنا لو هنبص ان احنا خرجنا من الاسواق الناشئه ودخلنا الاسواق المبتدئه، احنا دخلت مكاننا السوق القطري والسوق الاماراتي، اسواق دبي وابو ظبي. احنا نحن الان بصدد ان احنا نتعرض لعمليه هروب استثمارات وما يترتب عليها خروج الاجانب، خروج العرب، الخروج ده هيكون بالدولار مش بالجنيه، وما سيترتب عليه من ازمات في ارتفاعات الدولار وهكذا. طيب ارجع مره ثانيه للاستاذ وائل. استاذ وائل، يعني وحضرتك مقرب من المستثمرين، كان رد فعلهم ايه بعد هذا القرار؟ كان بيع عنيف جدا، عشان الفكره كلها انا النهارده لو خسران مثلا سهم معايا ب 10 جنيه وخسران منه 2 جنيه بيقول لك انا هبتدي اخرج من النهارده، لان هيبتدي في حاله القرار هيحاسبني على الضريبه وانا لسه ما عودش خسارتي، فكله قال لك انا ابتدي اخرج من دلوقتي، فحصل عمليه هجوم على البيع عشان كله يلحق يخرج، عشان لو طبق القرار في حد ذاته في حاله تعويض الخسائر ما يقولش ده ربح وانا شريكك في الربح ده، فده كان رد فعل الناس. وزي ما قال الاستاذ اكرم، الخبر ده اتسرب اول امبارح، كان معاه اشاعه اخرى ان سيتم فرض ضريبه ايضا 5% على الودائع في البنوك ووثائق الاستثمار وجميع ما يودع داخل البنوك، اذا هناك سيتم سحب من الاموال ايضا من البنوك، اذا ربما مصر تتعرض في اللحظات القادمه من داخل مصر الى انهيار مصرفي وانهيار القطاع المصرفي. لازم حد يطلع يوضح للشعب ويوضح للجمهور ان دي اشاعه او دي حقيقه ومتى سيتم تطبيقها. طيب انتم كمستثمرين ليه ما تواصلتوش مع الحكومه ووجهتم خطابكم ليها؟ القرار اللي طلع قال عباره عن اشاعه مع احدى وكالات الانباء المصريه المشهوره، مجرد اقتراح او مجرد دردشه فقط لغير. اتفاجئنا مره واحده ان ده اصبح قرار الحكومه، اتفاجئنا مره واحده ان القرار ده بيمضي عليه رئيس الجمهوريه، واتفاجئنا ان ده يتقال لك قرار سيادي. انهي قرار سيادي اللي بيدمر بلد؟ احنا بنتكلم واحد بيحلم ان يجيب 10 مليار جنيه، انا بقول له انت غلطان، انت نفس الشخص قلت هجيب 2 مليار من فرض الدمغه النسبيه 1 في 1000، جبت 340، وافترضت انك انت هجيب 10 مليار جنيه ايضا من الفتره اللي جايه نتيجه ان السوق هيحقق 100 مليار عوائد، انا بقول لك انت واهم لسبب السوق لن يحقق اكتر من 20 مليار او 10 مليار فقط. اذا كل الانهيار اللي انت هتعمله ده للقطاع المصرفي او الدولار هيبتدي يروح 8 جنيه ونص او 9 جنيه في القريب العاجل، هيحصل تخلف للحكومه في انها تقدر توفر الالتزامات اللي عليها نتيجه الحكومه قامت بتحرير بعض اسعار الطاقه، فلما يحصل ارتفاع لاسعار الدولار هيتاكل معاها ارتفاع اسعار الطاقه، اذا في مرحله غلاء في غلاء، تضخم في تضخم، ربما يعرض الاقتصاد بالكامل الى مرحله الوعكه الاقتصاديه التي لا يصبح ان الاقتصاد يكون صالح للاصلاح مره طيب. اخرى. عشان كده بطالبه عيد قراراتك مره اخرى. طيب وناشد المشير السيسي، راجع مره اخرى دواليب حكومتك يا سياده المشير، يا سياده المستشار عدلي منصور، قبل ما ترحل حاول تنقذ مصر بقرار عادل. طيب انا هرجع مره ثانيه، هرجع مره ثانيه الاستاذ اكرم. واستاذ اكرم، يعني بصفه ان حضرتك رئيس قسم الاقتصاد في جريده الدستور واكيد يعني لك خبره في هذا الشان وتعرف كواليس، هل ممكن في الايام القادمه نشوف تراجع عن هذا القرار؟ والله انا يعني انا بنظر للامور بنظره محايده، انا صحفي في النهايه وبحلل المعلومه وبحلل الخبر. تاثيره كالاتي، تاثيره سيكون هناك هروب لبعض الاستثمارات، هناك توجه من المستثمرين الاجانب العرب لاسواق اخرى لا تطبق مثل تلك الضريبه باعتبارها ضريبه ازدواجيه. المساهم النهارده يا استاذه ساره لما بيبقى مساهم في شركه بيبقى مالك لجزء فيها، وريد الشركه دي بتدفع ضريبه، يعني هو بالتبعيه بيدفع ضريبه، كده هو هتحمل الضريبه مرتين. طيب هو كده بيتحمل الضريبه مرتين، هل ممكن نشوف تراجع بقى في هذا القرار؟ انا اتوقع ان ممكن يكون في تعديل او تراجع، دي توقعات الشخصية. توقعات مش معلومات. لا مش معلومات، أنا بتوقع إن هو يا إما يكون في تعديل للقرار أو يكون في تراجع، ولو بس هي الأزمة إن إحنا بنيجي كل سنة في نفس التوقيت ويتم الضجة ويحدث ما يحدث من انهيارات ويحدث ما يحدث من تراجعات، ثم
يلغي القرار لصالح من؟ طب هو ايه السبب اصلا في انه قرار ما دام اتناقش ثلاث مرات ولم ينفذ؟ يعني معنى كده انه ليه جوانب سلبيه، ايه السبب في انه بيرجع يطرح تاني ويطلع على السطح؟ احنا نتساءل يعني على مدى اربع حكومات متعاقبه تم مناقشه القرار ثم التراجع فيه نظرا لاثاره السلبيه. ما الجدوى الان من طرحه مره اخرى؟ ما الجدوى؟ احنا عايزين تفسير لده. طيب انا هرجع مره ثانيه للاستاذ وائل. استاذ وائل، قد ايه كان حجم الخسائر لحد دلوقتي منذ الخروج بهذا القرار؟ قرابة 18 مليار جنيه في 48 ساعه فقط لغير. ولكن انا عايز الفت النظر لحاجه، القرار ده لما اتاخد في اوروبا واتاخد في امريكا زي ما حضرتك وضحت للاستاذ اكرم، هو بالفعل حصل هروب الاستثمارات الاوروبيه والاجنبيه بين اوروبا ومن امريكا الى منطقه الشرق الاوسط، وايضا عقبها انهيار للمؤشرات الاوروبيه والامريكيه، وعقبها ايضا انخفاض لاحجام التداول. فاحنا بدل ما ناخد الدرس من بره، لا احنا بنطبق زي بره، او بنقول زي بره ما بيطبقوا بره. لما عملوا القرار ده ووصل بيهم لمرحله سيئه جدا، ابتدوا ياخدوا قرارات اخرى عكسيه عشان يقدروا يرجعوا الاستثمارات تاني. الولايات المتحده الامريكيه بعتت لمنطقه الشرق الاوسط اجباري عليها ان اي مواطن يحمل الجنسيه الامريكيه وقعد في امريكا قرابه 180 يوم او حتى يحمل جرين كارد لابد من تطبيق الضرائب الامريكيه في اي ارض عليها المواطن ده. اذا بيحاولوا يرجعوا الاستثمارات تاني. وامريكا أو اوروبا طلعت قرار وطلعت سياسه نقديه وسياسه اقتصاديه قالت ان هيحصل انهيار للعمله النقديه في منطقه الشرق الاوسط ويحصل تاكل ليها، فبالتالي سيحصل تاكل لاستثماراتكم فحاولوا ترجعوا مره اخرى. الدول عانت وابتدت تعالج الخطا بتاعها، احنا جايبين الصوره السلبيه وجايين نطبقها. على سبيل المثال احنا بنتكلم الفتره اللي جايه احنا نقدر ننقذ الموقف بتاع البورصه ازاي؟ هل الموضوع ده من الممكن الوزير او الحكومه انها تتراجع فيه؟ انا بقول لك الحكومه مش هتتراجع، لان الحكومه وصلت لعجز في الموازنه 288 مليار بالرغم انها حوالي 9 مليار دولار كانت وديعه بتاعه الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والدول العربيه مولتها ب 54 مليار جنيه بصوره منح ودعم. وايضا خفضت سعر الفايده على في البنك المركزي 1.5% مما وفر لها 5 مليار جنيه. برغم ده كله حصل ارتفاع لعجز الموازنه وحصل تاكل لارصده النقد الاجنبي داخل البنك المركزي. اذا الحكومه بتراهم بنقدر نقول عليها ورقه التوت التي ربما ان تصر العوره، ودي نتيجه طيب. عكسيه لان هيحصل ارتفاع كبير جدا لسعر الدولار في السوق، وبالتالي ربما يزيد عجز الموازنه اكثر واكثر ودور الدوله يفشل في تلبيه احتياجات نحو المجتمع. وافكرك بحاجه واحده بس، تصريح صرحه البنك رئيس البنك المركزي او محافظه من حوالي شهر ان ادى او سدد لحوالي من ضمن سنه المصريين الاجانب قدام 50% بس من احتياجاتهم. طب لما يجي يخرجوا النهارده العرب والاجانب هيسحبوا الدولار هيقفوا دي سنه ثانيه وانا مش موفر غير 50%؟ قرار خطا لابد ان الحكومه تدرس عواقبه، واعتقد دي اول شوكه في رئيس الجمهوريه القادم. طيب استاذ اكرم، يعني الخسائر وصلت ل 18 مليار، نتوقع ايه يوم الاحد مع بدايه فتح التداول؟ الازمه يا استاذه ان هناك حاله من الهلع، ممكن يحدث عمليات بيع هستيري، بيع هلعي، ده بالتبعيه هيترتب عليه تراجع كبير جدا من راس المال السوقي. احنا بنتكلم الان على خسائر سوقيه، الخسائر السوقيه اللي هي تراجع في القيم السوقيه للأسف. وبالتالي ممكن يظهر كما حدث بالامس اختفاء لعمليات الطلب على الـ 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 على الـ الـ الاوراق الماليه او الاسهم، في حوالي 35 من 35 ل 40 ورقه ماليه اختفت طلبات الشراء، تراجعت بنسب 10%، والبعض الاخر تراوحت التراجعات ما بين 6 و8%. فاحنا بنتكلم انهيار كامل في الاسواق، في البورصه المصريه. رقم واحد، الاسهم القياديه تراجعت بشكل عنيف جدا نتيجه البيع، الاسهم الصغيره تراجعت بشكل عنيف جدا نتيجه بيع الافراد ونتيجه البيع الهستيري. فما سبب القرار الان؟ مجرد كلام عند تطبيقه ممكن يحدث تراجعات اكثر. في ناس ممكن تفضل الخروج تماما من السوق. نعم. طيب انا بشكر حضرتك استاذ اكرم عمران رئيس قسم الاقتصاد بجريده الدستور، وكمان بشكر استاذ وائل النحاس الخبير بالاسواق الماليه، بشكركم على وجودكم معانا. الاخبار الاقتصاديه دايما بتكون معقده، فما بتحتاجش انها يزداد تعقيدها بقرارات بتخرج في وقت ممكن يكون غير مناسب تماما، ممكن يكون مكسبه القريب يعني كويس ولكن على المدى البعيد هيخسرنا اكتر. بعد الفاصل نواصل.
لسه شأن الانتخابات المصرية على رأس قائمة تغطيات الصحف العربية، ولسه المؤشرات الجازمة باكتساح المشير السيسي لأصوات الناخبين بتتصدر العناوين. صحيفة الشرق الأوسط السعودية واسعة الانتشار كان عنوانها النهاردة السيسي رئيسا لمصر، المقترعون تجاوزوا 25 مليون. جاء في نص الخبر أنه شارك في الاقتراع الذي تواصل على مدار 3 أيام نحو 25 مليون و 387 ألف ناخب بنسبة 47% من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت، والبالغ 53 مليون و 909 ألاف و 309 مواطن بحسب مصدر رسمي في اللجنة العليا للانتخابات. وبتظل النتائج غير الرسمية لحين بدء اللجنة العليا للانتخابات في الطعون، وأشارت الإحصاءات حتى عصر أمس إلى أن المشير السيسي حصد قرابة 23 مليون و 426 ألف و 741 صوت، في حين حصل صباحي على 791 ألف و 258 صوت، فيما بلغ إجمالي الأصوات الباطلة 1,174,359 صوت، بما يعادل نحو 5% من إجمالي عدد الناخبين اللي أدلوا بأصواتهم في الاقتراع. وبالمناسبة موضوع الأصوات الباطلة ده يعني ده خد مننا إحنا بقى كمان في مواقع التواصل الاجتماعي يعني مساحة كبيرة جدا. في نفس الوقت سلطت الصحيفة الضوء على شخصية رئيس مصر الجديد اللي شغل منصب وزير الدفاع قبل ترشحه كأول وزير دفاع يصل لمنصب رئيس الجمهورية في مصر، وقالت أنه في السجلات العسكرية احتل السيسي وزير الدفاع رقم 44 في تاريخ وزراء الجيش المصريين منذ الوزير الشهير أحمد عرابي اللي كان ناظر الجهادية وزير الدفاع يعني في عهد الخديوي توفيق أواخر القرن ال19. ووفقا للمعلومات اللي حصلت عليها الشرق الأوسط عن شخصية السيسي فإنه هادئ الطباع بيواظب على الصلاة بصفته رجل مسلم وسطي ومعتدل محب للقراءة خاصة لكبار شيوخ الأزهر، وبيحفظ مقاطع من الشعر العربي القديم، ومتابع ممتاز لمقالات كتاب الرأي في الصحف المصرية والعربية والأجنبية. ومن وقت عزل مرسي على يد الجيش وطبعا على يد ثورة 30 يونيو برز السيسي كبطل شعبي وقومي، وأصبح هم أغلب المصريين أنه يترشح لقيادة البلاد. و يعني عشان هذا الهدف تكونت الكثير من الحملات والجبهات اللي طلبته بده، كان أبرزها حملة كمل جميلك والسيسي رئيسي. من الشرق الأوسط للسفير اللبنانية اللي سلطت الضوء على كلمة صباحي اللي أقر فيها بخسارته للانتخابات. قال صباحي في كلمته: نحترم إرادة يعني نحترم إرادتك ونريد أن تتوفر لنا جميعا فرص تليق بنا في انتخابات أكثر عدالة وشفافية. ودعا صباحي إلى فتح صفحة جديدة وشدد على أنه لا مكان في قلوبنا لغل أو كراهية أو انتقام، ونبحث مع كل المصريين عن وطن عادل. وأضاف: يا شعبنا العظيم، نحن لن نقبل بأي منصب بتعيين، ونحن لن نكون شركاء في أي سلطة تنفيذية، تعرفون أننا شركاء في الوطن وسنؤدي واجبنا الوطني وسنناضل ونتعلم من أخطائنا. ختم كمان خطابه بالأمس بأننا نثق في ربنا وسياسات الفساد والتبعية لن تعود، وأملنا في الله وفي شعبنا، وأدعو كل المصريين وأولهم أعضاء حملتي إلى أن يفتحوا بابا واسعا للأمل ويتصدوا لكل فساد بجسارة عبر تيار مدني قادر على حماية حقوقه في هذا المجتمع والنصر للثورة. بعيدا عن كلمة صباحي واكتساح السيسي، فصحيفة الرأي العام الكويتية سلطت الضوء على احتفالات المصريين بالنتيجة، وبالطبع جزء منها احتفال بإرادتهم اللي فرضوها وأطاحوا فيها بنظامين عبر 3 سنين تحت عنوان مصريون غنوا ورقصوا حتى الصباح احتفالا بفوز السيسي. نقلت الرأي العام الكويتية من الشارع المصري: ما أن بدأت عملية فرز الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الاستحقاق الرئاسي المصري، وبدأ الإعلان عن النتائج تباعا، تدفق عشرات الآلاف من المصريين للشوارع والميادين والكباري ما بين الاحتفال بانتهاء التصويت بنجاح واحتفالات
بتفوق المشير عبد الفتاح السيسي، وتنوعت الاحتفالات. وصرح مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية أنه تم الدفع بقوات من رجال الأمن المركزي لتأمين احتفالات المواطنين بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية وتفوق المرشح عبد الفتاح السيسي على منافسه حمدين صباح، وده كان في عدة مناطق. التحرير والدقي والاتحادية كانت من أبرز هذه المناطق. يعني الصحافة العربية كانت مهتمة حتى قبل الانتخابات وحتى بعدها بالشأن المصري، ومهتمة جدا بهذا الحدث، إن دل على شيء يدل على مدى أهميته ومدى يعني تكوينه كمان للمشهد في الفترة القادمة. مقالنا النهاردة اللي احنا اخترناه كان من صحيفة الرأي العام الكويتية برضو. فكرة المقال إنه بيعبر عن النبض العربي في عمومه تجاه مصر وأحداثها الممتدة من سنة وهي على صفيح ساخن. المقال الكاتب مشعل الزفيري بعنوان الإخوان والبكاء على اللبن المسكوب، وبيحاول الكاتب أنه يكلم الإخوان وتنظيمهم في مصر وينصحهم بالتعايش في دولة واحدة كل المصريين بيبنوها. خلونا نقرأ لكم فقرة من المقال. اليوم وبكل بساطة أتمنى من جماعة الإخوان المسلمين مراقبة الوضع المصري وعدم إثارة الفتن والقلاقل ومسألة الانتقام من رجال الشرطة الذي قد يودي بحياة بريء سواء كان مدنيا أو حتى شرطيا، وربنا حرم قتل النفس إلا بالحق، فلتعملوا بأخلاقكم وترقبوا إما أن ينجح السيسي في إدارة مصر ويفعل ما عجز عنه مرسي من تنمية شاملة ومستدامة، وهذا برأيي صعب حبتين، فإن نجح في ذلك فعليكم أن تقتنعوا بفشلكم على الرغم من الظلم الذي تعرضتم له، وأما إذا فشل السيسي في حكمه فإني متأكد بأن الشعب المصري سيتصدى له بشرط ألا تسرقوا جهد الشباب كما فعلتم في ثورته الأولى، فتكلبت عليكم الأحزاب والجماعات من كل حب وصوب، وحتى صار ظهوركم مكشوفة على الإخوان ألا يتباكوا على اللبن المسكوب، وعليهم أن يعترفوا بفشلهم وأن يقروا بسوء تخطيطهم حتى يتجاوزوه في الفترة القادمة وهي قريبة بإذن الله. فالسياسة هي يعني ليست حكرا على مجموعة واحدة فقط، وكم أنتم محظوظون إذا قامت لكم قائمة بعد القشة التي تعرضتم لها. اللهم سلم. للتعليق على الخبر ده هيكون معانا الأستاذة سميرة إبراهيم، وهي يعني ناشطة سياسية. أستاذة سميرة، قريتي المقال ده إزاي؟ وهل بالفعل ممكن يستجيب الإخوان لهذه الدعوة؟ أعتقد الإخوان لم يستجيبوا لهذا الدعوة، لأن الإخوان معروفين منذ بدايتهم من 85 سنة معروفين بالغباء السياسي. أنا شايفة الإخوان إن هم هيستمروا في العنف بعد الوقت، والعنف ده اللي هيدفع ثمنه الشباب اللي هم لا ينتموا لأي تيارات ولا أحزاب، لأن عندنا كتلة كبيرة من الشباب من يعني إحنا دولة المليون ناشط، فعندنا كتلة كبيرة من الشباب هي اللي هتدفع ثمن غباء الإخوان، لأن العنف أكيد هيستمر شهور في الشارع. يعني أنا أعتقد إن هو مش هيقفوا الإخوان عشان خاطر نقدر نبني، لأن دلوقتي الأغلبية من الشباب بيفكروا في عمل كوادر، فالإخوان مش هتسمح بكده، لأن في حالة العنف اللي هيمارسوها في الشارع الأجهزة الأمنية هيكون في قبض عشوائي، هيكون في اعتقالات بشكل عشوائي، هيكون في ناس بتموت بشكل عشوائي، وأكيد التفجيرات هتستمر مع الوقت. فأنا شايفة الإخوان لم يتراجعوا عن اللي هم مقررين عليه، ولكن الكارثة إن إحنا دلوقتي يعني بين نارين، بين عنف التيار الإسلامي المتمثل في الإخوان المسلمين وغيرهم وعنف الأجهزة الأمنية. فهي طيب في تصورك الدولة والنظام القادم هيتعامل إزاي معاهم؟ أنا احنا مش عارفين النظام القادم هيتعامل ازاي معاه، بس البوادر باينه ان الطريقه تقليديه جدا، الطرق التقليديه مش هتنفع مع الاخوان، الطرق ان احنا نقمع بشكل عشوائي دي مش هتنفع مع التيار الاسلامي، لازم يكون في كوادر جديده تطلع تنافس. يعني اتمنى النظام الجديد ان هو يسمح للشباب بالمنافسه،
يسمح بحرية الرأي والتعبير، يسمح ما يكونش في قبض عشوائي، عشان خاطر يكون يعني محدش هيقدر يحارب الإخوان غير الكوادر الشبابية الموجودة في التيارات الإسلامية في دي مسؤولية سميرة، دي مسؤولية النظام ولا مسؤولية الشباب إن هم يتواصلوا مع الجمهور ويثبتوا نفسهم ووجودهم في الشارع؟ لا بصي حضرتك، الشباب بيتواصلوا مع الجمهور، ولكن كل الأطراف أصبحت مدانة. أنا ما أقدرش أحط طرف واحد بس وأقول إن هو دلوقتي هو اللي لازم يتحاسب على كذا وكذا وكذا. كل الأطراف مدانة، ولكن اللي بيدفع المشاريب في الآخر هم الشباب. طيب في رأيك التعامل مع شباب الإخوان يكون إزاي؟ هل يتم التعامل معاهم زي التعامل مع قيادتهم؟ أنا شايفة التعامل مع شباب الإخوان لازم يكون بنفس الطريقة اللي بيتعامل بها قيادتهم. يعني أنا مش شايفه في فرق بين الشباب وبين القيادات، شايفاهم كلهم لا يعني انا اقصد انه الشباب يعني ممكن اتحدث معاهم في يعني بشكل مرن اكتر وان هم لسه شباب. ما اعتقدش يعني انا لو بتكلم هتكلم اللي يقدر ينافس اللي يقدر يتعامل مع الشباب، شباب الاخوان هم كوادر الاحزاب المدنيه، لان الاجهزه الامنيه مش هتقدر تتعامل معهم، هتحولهم لنا الاجهزه الامنيه، هتحول شباب الاخوان الى ناس بتنتحر بتفجر وهكذا. الافضل ان اللي يتعامل مع شباب الاخوان هي الكوادر المدنيه. أنا بشكرك سميرة إبراهيم الناشطة السياسية على وجودك معانا في الصحافة اليوم وتعليقك معانا. يعني آخر خبر عايزين نقوله لكم في النهارده، هو لسه ما يعني ما خرجش للصحافة، ولكن ده كان آخر خبر عندنا، إنه المستشار القانوني لحملة السيد حمدين صباحي طارق نجيدة تقدم بأول طعن للجنة العليا للانتخابات الرئاسية في هذه الفترة. يعني احنا المفروض اليومين دول اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تبدأ النظر في الطعون المقدمة من المرشحين. ده أول طعن تم تقديمه، ويعني هذا التقدم بالطعن يعني ممكن يتوقف عنده البعض، وخاصة انه احنا تابعنا بالامس خطاب السيد حمدين صباحي اللي اعلن فيه تقبله للهزيمة، واعلن فيه كمان انه بالرغم من بعض التحفظات الا انه متقبل النتيجة وارقامها. هنتابع اكيد معاكم تفاصيل اكتر لهذا الخبر في صحافة الغد، تابعونا غدا، هيكون معاكم زميلي محمد دسوقي رشدي. شكرا لكم.